السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم جيده ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه. اليوم غادي نشوفوا معايا طريقه المونتاج لهاد لاطابل، هاد لاطابل ديكوراتيف اللي كتلاق في عده اماكن. هاد لاطابل خديتها في الهميزه ديال الجمعه مع ديك لاطابل اللي مونطيتها في الفيديو اللي قبل من هذا، نتاع لاطابل المكياج اللي بتيت فيه. هاد لاطابل هادي راه سهله في المونتاج، كيجي معها واحد الكتيب كما في لاطابل الاولى كما كتشوفوا معايا، وطريقه التركيب ديالها جدا سهله. وبطبيعه الحال كما عودتكم ديما غادي نمونطيوها انا والاب ديالي، الله يخليه ليا ويخليه لكم الاباء ديالكم واللي الاب ديالهم توفي ربي يرحمه ويدخلوا فسيح الجنه يا رب. بالنسبه لهاد لاطابل كما كتشوفوا، هادو هما القطع اللي كيجيو معاها. اول حاجه كديروا كتجبدوا لو بلون وكتحطوا دوك لي بيس كاملين اللي عندكم كترتبوهم. بالنسبه لدوك لي بيس صغار كل حاجه كتحطوها مع اختها باش هكا ما كتلفوش، وكتبعوا لو شيما. بالنسبه لهاد لاطابل هادي راها ساهله، وديجا كيجي هاد الاطار هذا مصاوب اللي هو الدعامه اللي كتبداو منه وكتبقاو غاديين في دوك لي زيتاب. اول حاجه غنقبطوا واحد القطع كيكونوا عندكم هنا صغارين اربعه، هما اللي غنديروا في الجوانب ديال الاطار، حيت لاطابل كما كتشوفوا كتجي شويه مهزوزه. هنايا غنوريكم الطريقه باش غادي نثبتوهم ان شاء الله. هي كنوريكم ان هذا الاطار هذا كيجي هكا واجد، وكتقبطوا الظهر ديالو، يعني ماشي الواجهه ديالو، الظهر ديالو راه باين، لان كتلقاو دوك الجوانب ديال الملاقيه باينين فيه. مهم كما هنا كتشوفوا في الصوره، غنقبطوا دوك لي فيس كما كتشوفوا معايا، وغنحاولوا اننا نفيكسيوهم بهذاك لو تروك اللي كيعطيو لكم معاه، راه كيجي مع دوك لي بياس صغارين. صافي كنفيكسيو اون فوا كيتزير مزيان وصافي. بالنسبه لدوك البلايص لي فيس راهم كيعطيوكم واحد لي بوشون في لو بلون اللي كتغطيو به ديك دوك لي فيس باش ما كيجيش المنظر عايب. غادي نستمروا بنفس الطريقه بالنسبه لدوك الخشبات بربعه. بعد ما ركبنا دوك القطع غادي نغطيو دوك بلاصه لي فيس كما قلت لكم في الاول، نغطيوهم بدوك لي بوشون اللي كيعطيوكم في لو بلون باش هكا كيكون هاد لي بوشون غير على ود الجماليه باش ما كيبقاوش باينين دوك الثقوب. دابا غادي نقبطوا هاد الخشبه هادي اللي كيجيو منها جوج، وحده كتكون في الاعلى وحده كتكون في الاسفل، غنديروها حتى هي على الظهر ديالها كما كيبان لكم، وغادي نركبوها ان شاء الله تحت من دوك العويدات بربعه. ودابا غادي نلصقوا فيها هاد الدعائم هادو لي فلو نوار. هادو ديما كيعطيوهم لكم، راه استعملتهم لا في طابل دماكياج ولا في واحد لا بيبليوتيك تاع الوليدات الصغار، لان استعملتها للمكياج. غادي نتشارك معكم كاع هاد الافكار كي درت نظمتهم، نتشارك معكم كل شيء كما عودتكم ان شاء الله في القناه. هنايا كنقبطوا هاد الدعائم هادو، كنحاولوا اننا ندخلوهم مزيان باش يتثبتوا. كنستعنوا بطبيعه الحال بالمطرقه. المرحله هادي غنقبطوا واحد جوج خشيبات اللي غادي تشوفوهم معايا دابا، وغادي نلصقوهم في هاد البلايص هادو اللي وريتكم في هاد الدعائم هادو. من بعد غادي نقلبوا ديك الخشبه على الظهر ديالها وغنلصقوا فيها الاطار اللي ديجا واجد معانا. نخليكم باش تشوفوا معايا هاد المراحل هادو. هادو هما الخشبات اللي قلت لكم. Thank you.
نجيبوا هاد لي فيس هادو وغادي نحاولوا اننا ندخلهم في دوك الثقوب اللي عندنا و غادي نحاولوا اننا نزيروهم مزيان باش يلصقوا لنا مع الاطار اللي في الاسفل. صافي هذه هي المرحله اللي شويه متعبه في ثلاثه بلا طبل كلها سهله في المونتاج. المرحله الثانيه غادي نديروا فقط الرجلين وديك لي طاجير التحتانيه. هاد لي طاجير هادي هي اللي كتكون في الاسفل. راه المنظر النهائي راه كنت سبقت ووريت لكم في اول فيديو. غادي نديرو نفس الشيء اللي درنا في لي طاجير الفوقانيه، غنديرو فيها هاد الدعامات هادو ونحاولوا اننا نثبتوهم مزيان باش يتخشاو لنا في لي طاجير ديالنا كما كتشوفوا معايا. صافي من بعد غادي نحاولوا اننا نستمروا في نفس العمل اللي درنا في لي طاجير الاولى. كانوا ربعه هاد الخشيبات هادو، جوج درناهم في لي طاجير الاولى وجوج الاخرين نديروهم في لي طاجير الثانيه. وهاد لي زي طاجير هادو هاد الخشيبات هادو غادي يساعدونا في تثبيت الرجلين نتاع لاطابل. غادي لاطابل نديرو لها نفس الدعائم اللي كنا شفنا حيت هما اللي كيسهلوا التركيب نتاع ديك لاطابل ديالنا كما كتشوفوا. المكان اللي حطيت فيه هاد الدعائم وفي الجهه الاخرى غادي نحطوهم في لوسونس اوبوزي كما غتشوفوا معايا دابا. صافي ومن بعد غادي نحاولوا اننا نلصقهم في لي زيتاجير ديالنا باش نحصلوا على الطاوله اللي شفنا في اول. كما كتشوفوا معايا لاطابل ديالنا راه بريسك واجده. غادي نقبطوا دوك الرجلين كيجو مايلين، ما كيجوش يعني بطريقه مستقيمه، كيجو مايلين. وراه دوك الثقوب اللي عندكم حتى هما راه كيجو مايلين هانتوما كما شفتوا. هذيك الدعيمه اللي في لونوار اللي كنا درنا هي اللي خشيناها في داك الثقب. ومن بعد باش غادي نستعنوا بدوك لي فيس اللي عطينا باش نزيرو الرجل تاع لاطابل. بالنسبه للفوق حتى هو غنديروا نفس الشيء، غنديروا داك الفيس وغادي نحاولوا اننا نزيروه مزيان. وراه عندنا الكاشيت ديالو اللي في لو بلون اللي كنغطيو بها هذاك الثقب اللي كيكون الفوق كما كتشوفوا. راه كنستعن بنفس هاد لو تروك هذا اللي عاطينا، كنستعن به فريمون كيمونتي لاطابل مزيان. صافي هنايا غير كنزيرو لي فيس مزيان باش الا حطينا فيها شي حاجه اللي ثقيله كتكون قابطه راسها. هذه هي الرجل الاولى، نفس العمل غادي نقوم به الباقي الارجل باقي ثلاثه. وبالنسبه لهذيك لي طاجير اللي بقات لي غادي دوك الثقوب اللي كتشوفوا لتحت غنلصقوا فيهم لي طاجير الثانيه. Thank you.
اخر قطعه عندنا هي هاد لي طاجير اللي كتكون في الاسفل، حتى هي غادي نحاولوا اننا نديروا غير الاسقاط نتاع ديك الرجل على ديك لي طاجير وفي هادوك الدعائم اللي في لو نوار. وبالنسبه لهداك الثقب اللي في الفوق هذا كنديروا انفيكسيو بليفيس ونفس العمل نديروه في الجهه الاخرى، وهكا كتكون الطابل ديالنا واجده. وكما كتشوفوا راها سهله في المونتاج ديالها وكتجي زوينه، ممكن تحطوها في عده اماكن، ممكن انكم تستغلوها في عده اشياء. من بعد ان شاء الله هنشوفوا هذا الشيء في فيديوهات اخرى. تنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وقدرتوا سورتو البنات اللي صديقات ديالي والبنات اللي اي وحده كتاخذ هذا لي موبل اللي كيكونوا في بيم، هما كيكونوا ثمن مناسب ولكن المونتاج ديالهم كيكون شويه معقد. وصحاباتي سورتو صحاباتي اللي قرابات كياخذوا نفس لي زارتيك اللي كناخذ، دونك كيقولوا لي صاوبي فيديو نشوفو كي مونطيتيه وكنصاوبو، وهكا كلشي كيستافد يعني بحال هاد لي زاستيس وبحال هاد لي فيديو هكا كيحفزوكم اننا شوي على شوي لا كرياتيفيتي، انا الحاجه نديرو فيها يدينا باش كنحسو بها. وانا كما قلت لكم يعني من الصغر ديالي انا كيعلمني الوالد ديالي البريكولاج، كيعلمني ان ممكن حوايج نصاوبوهم بوحديتنا بلا ما نحتاجو المعلم بلا ما نحتاجو الاخر. وهذا كان هذا هو الفيديو اليوم، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. اللي عجبو الفيديو ما تنساوش تخليو لي لايك، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. مع السلامه.